السلام عليكم ورحمه الله انا دكتوره منى عبد المطلب استشاري بطن العامه والتغذيه الاكلينيكيه النهارده عايزه اتكلم في عجاله كده يعني خمس دقائق عن موضوع مهم قوي الحقيقه تكرر يعني شفنا كتير اخطاء في التعامل معاه موضوع مهم ومنتشر دلوقتي وهو التعامل الخاطئ مع سمنه او حالات السمنه في الاطفال دي ان تشيلدرن هي بقينا بنشوفه كتير دلوقتي والمعدلات بتاعته بقت زياده قوي أه بقى مصاحب ليه كمان ظهور نوع أه السكر أه اللي هو من النوع الثاني في الاطفال والحقيقه يعني نسبته بقت زايده قوي اليومين دول أه شفنا كتير اخطاء بانه لما يجي لك في العياده أه طفل أه بيشتكي من أوبيزتي أه تبدا على طول انت تقلل له السعرات الحراريه وتمنع عنه الكربوهيدرات تماما وتقول له على ممنوعات كتيره قوي وتبدا تقول له على انه يعني ياخد ادويه معينه من غير ما تعمل فحص طبي ومن غير ما تعرف انه في ريكومنديشن نازله مخصوص للتعامل في الحالات دي فاحنا عايزين نتفق مع بعض على ثلاث نقاط مهمه جدا في التعامل مع هذه الحالات اولا الطفل المصاب بالسمنه لازم الاول الاسسمنت ال بتاعه يبقى كلينيكال اسسمنت لازم تدور كويس قوي على الساينز اوف انسولين ريزيستنس عنده وتبص على الاكانسوزا نيجريجنس الدارك سكين اللي بيبقى موجود في اماكن الفريكشن في الباك اوف ذا نيك او عند الاكزيلا مثلا تبص على الويس سيركونفرنس بتاعه تعمل إنفستيجيشنز بتاعته علشان تطمن على الليبيد بروفايل وتطمن على الفاستنج بلاد جلوكوز والاي 1 سي التراكمي وفي نفس الوقت نعمل الهوما اي ار او يعني مقاومه الانسولين علشان نبقى خدنا فكره بس مبدئيه عن الطفل ده كلينيكالي <سؤال> وباللاب انفستيجشنز ثم بعد كده بنعمل اسسمنت للطفل ده في باقي النيوتريشنال ديفشنسي uh, بعمل السيرم ايونايزد كالسيوم وفي نفس الوقت بعمل كمان صوره الدم علشان اعرف uh, باقي الميكرو نيوتريشنال اذا كان عنده وبناء على هذا بنبتدي نديله النيوتريشنال بلان بتاعته ولازم نبقى متفقين في النيوتريشنال بلان انه الطفل ده بينمو الطفل ده محتاج حاجات معينه عدد وحدات معينه من الالبان تبقى موجوده ده كل يوم في اكله وفي نفس الوقت آه مش المفروض ابدا ان انا امنعه تماما من النشويات لانه محتاجها فور جراس آه اذا احنا محتاجين نتفق كلنا انه آه احنا بنثبت وحدات البان على الاقل وحدتين في اليوم طبعا ممكن آه يعني اقول له يشيل منها الدسم او القشطه بتاعتها انما دي مانداتوري ان هو بياخدها علشان الكالسيوم ريتش برودكتس لازم تبقى موجوده في الاكل في نفس الوقت انا محتاجه احط له البروتين ريكوايرمنت بتاعه وده طبعا لازم ما يقلش عن واين يعني ما يقلش ابدا البروتين آآ آآ انتيك بتاعه عن ال 1.3 بير كي جي بادي ويت وطبعا احنا بنحسب ده اكوردنج للفئه العمريه وفي جداول مخصوصه لو تحبوا ترجعوا لها بالكلام ده آه، ثم بنتفق مع بعض على عدد سيرفنج معين من الفريش فروتس اند وبنتفق مع الطفل نفسه انه يحاول يكتر من الالوان ياخد على الاقل 5 كولرز بير دي دي الحاجات الأساسية جدا جدا في الدايتري بلان اللي بنحطها للطفل وفي نفس الوقت بنأكد على الأم إن إحنا النشويات اللي هناخدها هتكون النشويات الهيلثي يعني إيه نشويات هيلثي؟ يعني الكومبلكس كاربوهيدراتس اللي هي معموله من الهول جرين او من الحبه الكامله يعني بناكد عليها ان احنا مش عايزين ناخد الفاست فود مش عايزين ناخد الريفايند كربوهيدرات الدقيق الابيض المعجنات البيتزات يعني نحاول دايما ناخد عيش بلدي مش عيش فينو مش كايزر مش معجنات كل الحاجات دي بتبقى بس ريكومنديشن على نوع الكربوهيدرات لكن مش بنوقفها تماما لان دي نقطه مش صح خالص انها بتتعمل وبنشوفها كتير الحقيقه بعد ما بنحط النيوتشيشنال بلان دي بنتفق برده مع الام ان احنا مش هدفنا ان الطفل ده اه نخسسه قد ما هدفنا ان هو ياخد الريكوايرمنت بتاعته وهو كده كده لو اخد الريكوايرمنت بتاعته وما اخدش ال الحاجات الادد اللي هو بياخدها دي هو هيوصل للوزن المثالي وهيقل عنده حته مقاومه الانسولين دي لو موجوده وده طبعا بيبقى يعني اسهل لو احنا زودنا الفايبر كونتنت في الديلي ميلز اللي الطفل ده بياخدها واحنا لو ادينا له الفايف فروتس اند فيجيتابلز بير دي ده هيحقق الديلي فايبر نيدز اللي الطفل ده المفروض ياخدها علشان نقلل له حته الكربوهيدرات او الجلوكوز انتولرنس اللي موجوده يتبقى في الاخر ان احنا طبعاً بنادي recommendation of physical exercise ودي الحقيقة بتبقى at least one hour نحاول ان احنا ناكد على الحته دي حتى لو مش عارفين ننزل في مكان معين ممكن حتى في البيت باي اكتيفيتي او باي طريقه للاكسرسايز وبكده يبقى احنا حققنا الريكمنديشن المظبوط اللي المفروض الطفل ده ياخدها وبنتابع معاه طبعا البلان دي ماشيه ازاي لو في اي حاجه نقدر نعدلها له اي فود بريفرنسز هو بيحبها نقدر نحطها له طالما within the healthy choices اللي احنا بنقولها يبقى اذا الطفل ده اخد خلاص requirements بتاعته وفي نفس الوقت ما اخدش الحاجات الريفايند او الادد فاتس اللي موجوده علشان خاطر يعني نحميه من انه ياخد سعرات امتي كالوريز مش هتفيده ولا هتديله nutrients هنوصل في الاخر للتارجت اوف ذا ويت هنقلل من الريسك اوف تايب 2 دايبيتس اللي ممكن تحصل مع الاوبيزيتي اللي عند الطفل ده في نفس الوقت ممكن نلجا لبعض الدراجز بس دي طبعا يعني بكرايتيريا معينه لو لقينا انه البلود جلوكوز ليفل او الليبيد بروفايل في اي ابنورماليتي ساعتها بنلجا فعلا للدرجز والدرجز اللي عندنا اللي هي ابروفد ممكن تبقى حاجه زي الميتفورمين حاجه زي الاورليستات مثلا الحاجات دي بنقدر نستخدمها ولكن طبعا ده لازم يكون بعد ما بعمل اسسمنت وببص على الانفستيجيشنز بتاعت الطفل عشان في الاخر نبقى ضامنين ان هو اخد النيوتريشنال بلان المظبوطه الدايت الدايتري المظبوط وما منعش حاجات مهمه قوي هو محتاجها جدا عشان الجراس بتاعه شكرا ليكم اشوفكم على خير